برعاية محافظ بيروت مروان عبود انطلقت حملة نظافة تحت عنوان تعو كلنا ننحني لبيروت بمشاركة هيئاتنا المجتمع المدني والجمعيات الأهلية. وشارك في الحملة التي انطلقت من مركز فوج إطفاء بيروت الكارنتينا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خويجة. نشكر الخي الحبيب سعادة النائب محمد الخويجة على تعاونه وتعاون جمعية كشاف الرسالة مع المبادرة القاضية بتنظيف مدينة بيروت. هذه المبادرة هي عنوان مش بس المقصود منها حملة تنظيف، المقصود منها إشراك المجتمع الأهلي، إشراك المجتمع الأهلي بإدارة المدينة، لأننا نعتقد أن العاصمة هي وجه الوطن ويجب أن تكون دائما في الحلة الأفضل، وبخاصة في هذه الظروف حيث تتراجع قدرات الإدارات والشركات المعنية بنظافة المدينة. ندعو لكي تقوم الروابط والجمعيات الأهلية بعملية التعويض عن النقص الحاصل، وتحديدا في المسائل الخدماتية الأساسية التي لا بد من توفرها للعاصمة بيروت. وبهذه المناسبة نقول إن المبادرة المنطلقة اليوم في بيروت نتمنى أن تشمل كل أرجاء الوطن بمدنه وبلداته وقراه للتخفيف عن أهلنا وشعبنا في هذه الظروف القاسية التي نمر بها اليوم. وشملت الحملة مختلف شوارع العاصمة.